شركتين جاك وهواوي الصينيتين ناويين يدخلوا في تصنيع السيارات الكهربائية في مصر بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع. جاك وهواوي متحمسين انهم ينتجوا عربيات كهربائية في مصر لانهم شايفين ان السوق المصري كبير وواعد للقطاع ده تحديدا، ولان اتجاه المستهلك للسيارات الكهربائية عشان موفرة اقتصاديا عن السيارات اللي بتستخدم الوقود مع توجيهات الحكومة للمركبات الصديقة للبيئة. وقال عادل مسلماني رئيس المجلس العربي الصيني ان شركة جاك حطت استثمارات اولية بقيمة 50 مليون دولار وفي تفاوض وتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع عشان يحطوا الاتفاق النهائي والتنفيذ والاعلان عن كل التفاصيل. شركة هواوي كمان ناوية تعمل شراكة مع مصريين في قطاع السيارات وبتعقد مناقشات حاليا مع اكتر من وكيل مصري معتمد وبتفاضل بينهم، ولما ترسي على اتفاق نهائي هتعلن. والعربيات اللي هتنتجها هواوي هتبقى بتصنيع محلي بنسبة 50%، والشركة لحد دلوقتي ما اعلنتش عن حجم الاستثمارات اللي ممكن تدخل في المرحلة الأولى لأنها لسه لحد دلوقتي في مرحلة التفاوض. وفي أول 3 شهور من 2024 اتباع أكثر من 1419 عربية كهربائية في السوق المحلي.